والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ما شاء الله أنك شمس القراء لازقة على رؤوس القراء والقرآن يلمع في كتب السماوات وأنت تلمع في سماء القراء. ما شاء الله.